إلى الشعب الفلسطيني، إلى إخواننا المسلمين هناك، أقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والله لينصرنكم الله تبارك وتعالى. واستفرحون بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لينصرنكم الله تبارك وتعالى، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وتذكروا جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلا يهمنكم اجتماع هذه الدول عليكم إذا كان الله معكم سبحانه وتعالى. تذكروا قول الله تبارك وتعالى: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اغضوا إلي ولا تنظرون. كونوا كذلك.